قضى أمسية ساخنة مع فريقه ودافئ على التماس كما قال لي قبل قليل، لان الجو الملائم لمباراه كره قدم جيده. زيزو انفان في النهايه راينا الوجه الحقيقي لريال مدريد. فعلا دعنا نقول اننا قمنا بامسيه كبيره وكانت امسيه ممتعه، لان قمنا بمباراه كبيره من اول الى اخر دقيقه، واعتقد ان ربما كان ينقصنا هو اننا لم نقم ب 90 دقيقه كامله، واليوم نجحنا في ذلك، إضافة إلى أن واجهنا فريق كبير باريس سان جيرمان، ولم نجزع عندما تلقينا الهدف وآمنا بقدراتنا، وذلك ما حصل. لعبنا بشخصية كبيرة ولعبنا بكل قتالية في كل ما قمنا به، أعتقد أنه فوز مستحق. التغييرات كانت كذلك ناجحة، بعد التغييرات جاء الهدفان فعلا، ولكن اعتقد ان كامل المباراة كانت جيدة. اللاعبون الذين بدأوا قبل ان حسنا مباراة استثنائية، واعتقد انه فوز جماعي مستحق. لذلك ما يظهر في كل الأحوال على الميدان شخصية اللاعبين، حتى من يلعب 15 أو 20 دقيقة فقط يقدم أنظم للدي، ذلك ما حصل مع أسنسيو لوكاس فاسكيس الذين أعطوا انتعاشة كبيرة في نهاية المباراة ضد فريق باريس سان جيرمان الذي كان أفضل و صنعنا الفارق بفضل ذلك. في هذه الأمسية الريال مدريد كان لديه تصرف مختلف، وسيطرتم بالفوز 3-1. هل يمكن القول أن هنالك تغيير على مستوى المنافسة؟ ربما، لأن دوري الأبطال الجميع يعرف قيمته بالنسبة إلينا، وريال مدريد لم يفز 12 مرة بهذا لقد بالصدفة، هي منافسة استثنائية بالنسبة لنا، ونحن نحاول دائما أن نكرر لنهاية الموسم هو انتصار باهر، علينا أن نحتفل بهذه الأمسية، ولكن نعلم أن هنالك مباراة العودة وستكون مباراة صعبة جدا، وسنستعد بأفضل طرق حتى نقوم بنفس الأداء. أعتقد أنها نتيجة مريحة أن تذهب ب3-1 كنتيجة، ولكن في كرة القدم لا يوجد أي شيء مؤكد. اليوم فزنا وصارت الأمور على أحسن ما يرام، وكان فوزا مستحقا، ولكن مباراة العودة ستكون مباراة مختلفة، وعلينا أن نكون مركزين على عملنا.